عرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جودنبرغ عن تعزيه ومواساته لمملكة البحرين باستشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ودان المبعوث الأممي إلى اليمن العمل العدائي الذي تعرض له منتسبو قوة الواجب البحرينية من قوات التحالف العربية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل كما حذر من ان هذه الاعمال العدائيه يمكن ان تؤدي الى تقويض جهود السلام الجاريه في هذا الوقت مشددا على ضروره اتخاذ خطوات حاسمه نحو وقف اطلاق نار مستدام في اليمن